عثمان جاء إلى سوغوت، لما لم تخبريني؟ وهل كان يجب أن نخبرك حتى تسلمه إلى الوزير؟ أعرف ماذا تقولين. تعتبرينني عدوا؟ دعيني أقول لك، غايتي الوحيدة هي تبرئة أخي. ليسلم نفسه الآن، وسأذهب معه إلى قونيا، لكن طالما عثمان يعصي الأوامر ستتعقد الأمور. لقد جاء وأحرق إنغول. يا ما شاء الله على بطلي، سلم الله يداه. ماذا تقولين يا أمي؟ أمي، عثمان لا يفكر بأحد، جاء وأحرق إنغول والحكام هاجموني. لولا الوزير علم شاه كانوا سيقتلونني هناك. حياتي ليست مهمة، فلتكن فداء، المهم هو قبيلتنا، رفاهية قبيلتنا. إن انتهت التجارة، جميعكم تعرفون كيف ستصبح حالة الأهالي. يجب أن يتوقف أخي، وإلا فإن أفعاله ستسبب المشاكل. أساساً المشاكل لم تتوقف، ذلك الوزير الذي تقف خلفه زج أبي في السجن. ماذا تقولين سيدة بالا؟ لما الشيخ أديب علي في الزنزانة الآن؟ اذهب واسأل، اسأل صديقك الوزير. أنت تترك أخاك وتثق بذلك الوزير، مؤسف، مؤسف جدا. ذلك الوزير اعتقل أبي وأخذه، والحداد داوود أخبر الأهالي، والأهالي انتفضوا، لكن دون فائدة. الوزير وصل لغايته، ووالدي في زنزانة سيد قندوز. إن تكفي قوتك، أولاً أخرج شيخنا من الزنزانة. سيدة بالا، سأرى الوزير، لا تقلقي أبدا، لن أترك شيخي في الزنزانة طويلا. متى سيد قندوز؟ الوزير في إنغول الآن، أعلم أنه هناك، غدا سيعود إلى سوغوت، سأذهب إليه صباحا. إن كنت السيد قندوز سأخذ شيخي غدا. جوليا، اذهبي ودعيهم
يجهزون العربات كما تريد حاكم روغاتوس. ممتن لك لأنك وثقت بي. الآن سنحصل على الحصة الأكبر. طبعا أنت من ستحصل عليها لأن السوق سيكون في بلاجيك. لكن الوزير غضب من نيكولا جدا. لأن خطأه جعل كل الحملات التي قام بها بلا فائدة، ونحن الآن علينا أن نضرب الضربة القاضية. يجب أن تساعدني. سأحتجز نيكولا بسبب ما فعله بأختي في بلاجيك. آمل ألا تكون لديك مشكلة. جعلك مني وسيلة لذلك لم يعجبني، لكن المكسب الذي أمنته لي لا يقدر بثمن. وأيضا هناك عثمان، أريدك أن تدخله عندما يأتي إلى بلاجيك. ماذا؟ هو أيضا سيواجه الوزير. قلت عثمان؟ هل جننت؟ وفي قلعتي أيضا؟ لا تنس يا روغاتوس، عدو عدونا هو صديقنا. أحيانا أعجز عن تصديقك. يدهشني ما يمكنك فعله من أجل أهدافك. لا تفعل هذا، أنت أيضا رأيت الخطر. إن لم نتحرك مع عثمان سيتحدون وينقضون علينا. لكن الآن سيأخذ عثمان الوزير، وأنا أخذ نيكولا، وأنت ستأخذ الذهب والربح من التجارة. هذا سيء. لنأمل أن يحصل هذا. لن نأمل يا صديقي، سنجعله يحصل.